السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر بونتيك. حلقة جديدة مستكمل معاكم سلسلة شروحات الربح من الانترنت. في البداية كده حابب اتكلم عن اخر شرح شرحته. يا جماعة الموقع ده نصاب، فمش عايزين نخش في تفاصيل اكتر من كده. الموقع نصاب فمحدش اشتغل بيه. ما تضطرونيش امسح الفيديو يعني، عشان بالذات انا لسه في اول المشوار يعني، فمش لازم امسح الفيديو. الموقع نصاب، موقع اي ان اي بعد كده روتس، موقع اي ان اي روتس ده نصاب، اللي هو كويك ايرن، اللي بياخد $1 عن كل واحد بيسجل تحتيك. تمام. موقع اللي قبليه على طول هو شموكي ادز، ده موقع مش نصاب. ببساطه في موقع تاني اسمه شموكي دوت كوم، الموقع ده هو التقليد من الموقع الحقيقي اللي هو شموكي ادز. تمام. فالموقع ده مش نصاب، الموقع ده اقل مبلغ للسحب هو $100، اما الموقع شموكي دوت كوم هو $10. تمام، اعتقد الموضوع واضح، ونخش في شرح النهارده بعد الفاصل. ورجعت لكم مره تانية. شرح النهارده هو عباره عن موقع بيعمل اختصار للرابط. هو موقع جديد اسمه earning url. الموقع ما اتشرحش قبل كده، هو حصريا عندي على قناه مستر بومتك. الموقع بيدي باي اوت ريتس اللي هو عن كل 1000 $14 للUnited States. هتقول لي ماشي يا عم، واليونايتد كيندوم $10. تمام يا سيدي، وكندا $5، واستراليا 8 و6. طيب مصر والدول العربيه هقول لك من 1.5 دولار لحد $5. طيب هتقول لي ماشي، هتقول لي ما جيتش URL بيدي احسن من كده للدول العربيه، بالذات ان مصر $1.5 بس، اما في جيت URL $4. هتقول لي مثلا ان لينك دوت تي ال بيدي اكتر من كده بكتير للدول الاجنبيه، لو انت قصدك استهداف اجنبي. هتقول لي ايه الموقع اللي بيميز الموقع ده عن بقيه المواقع؟ هقول لك ماشي يا سيدي، اللي بيميز الموقع ده ان السحب بتاعه يومي. هتقول لي ما لينك دوت تي ال يومي. هقول لك ده بيدي فلوس $2، يعني من اول ما تجيب الـ2 دولار بتاخد الفلوس على طول على باي بال. دي حاجات مش موجوده في لينك دوت تي ال. لينك دوت تي ال موجود السحب عن طريق الارسال البنكي اللي هو واير ترانسفير حاجه كده يعني، وعن طريق البايزه، لكن الباي بال مش موجود. اما ده في باي بال وفي بايزه وفي كل حاجه. فموقع ممتاز جدا يا جماعه وصادق 100%، لكن هو نيو سايت، هو جديد، عشان كده هتلاقيه هنا في اللي هي مصداقيه المواقع هتلاقي 40%. فمش مشكله، موقع صادق 100% والله العظيم شفت له اثبات الدفع، بس ما ينفعش اجيبها عشان الحقوق. فهنا نخش على ماي اكونت عشان نعمل اكونت. مش زي ما انتم شايفين هنا، هو ده الموقع قدامكم. هنعمل هنا ريجستر عشان نسجل. هنا تكتب اليوزر نيم اللي انت عايزه والايميل، باسورد، تعيد الباسورد، تعمل ايم نوت ريبوت، وبعد كده تعمل سبميت. مش هيطلب منك حتى تاكيد للايميل، بس حاول تكتب كل حاجه صح. جميل، عايزين نرجع بقى نعمل ساين ان. تمام، هترجع وتعمل هنا ساين ان، ايميل وباسورد، تعمل ساين ان. تمام، نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه، هي اهم حاجه في الموقع اصلا. ايه اللي بيميز الموقع ده برضو عن بقيه المواقع؟ حاجه مهمه جدا يا جماعه، اللي بيميز الموقع ده هي برضو انه زواره بتتضرب في الاثنين. يعني ايه؟ هفهمك يا سيدي، مثلا نفهمها مثلا عملي. فنيجي هنا مثلا، ناخد اللينك ونخش كده نشوفه عشان نعرف ازاي هو بيتضرب في اثنين. كده يا جماعه هنا بتحسب لك واحده، اول كلمه بتخش هنا بس. على فكره اللينك ده بالمشاهده مش بالضغط بس، بالمشاهده كمان. فهنا انت بتخش مثلا هنا وتعمل اللي هو بيقول لك عليه مثلا كده. تمام كده واحده، بعد كده بتعمل بتستنى 7 ثواني، بعد كده تعمل سكيب اد فتحسب لك واحده كمان كده، 2. تمام، عشان تجيب مثلا لو الولايات المتحده تجيب $14 محتاج 500 بس، هم يضغطوا على اللينك عشان يوصلوا لللينك اللي هم عايزينه، محتاج 500 بس. تمام، بما ان $14 عشان تاخد بس الـ2 دولار اللي انت هتسحبهم، انت محتاج 50 بس يضغطوا على اللينك بتاعك، 50 بس يضغطوا على اللينك بتاعك، فهتحسب لك ب4. تمام، انا هنا دي 2، دي من امبارح كنت انا عملتها من اي بي تاني فاتحسبت لي ب2، واحده بس. تمام، يعني دي يعني لينك واحد بس، ضغطه واحده بس عملتها، وبعد كده ضغطت مره تانية على نفس اللينك واحد حسبت لي ب2. زي ما انتم شايفين السي بي ام كان 40 سنت امبارح، مش فاكر كنت داخل من دوله ايه، بس كان السي بي ام قليل جدا زي ما انتم شايفين. تقريبا كانت دوله عربيه. الدوله العربيه في الموقع ده مش جامد قوي يعني، زي برده لينك دوت تي ال مش جامد، بس يعني $1.5 مثلا لكل 500 ده كويس، يعني تقريبا $3 يعني كويس جدا.
ونكمل هنا شرح بقية المواقع. هنا المانج لينكس اول لينكس، هنا بتظهر لك كل اللينكات اللي انت عملتها، والهايد لينكس لو عملت اللينك من هنا هايد فبيظهر لك هنا. الويز درو عشان تسحب ارباحك قبل ما بيوصلوا $2، فبتعمل هنا ويز درو، بيبعت لك على الويز درو على يعني الايميل اللي انت حاطه يعني عشان تحط عليه ارباحك يعني. فانا هعرفك ازاي تحط الايميل. هنا التولز كويك لينك، هنا بتشيل اللينك ده وبتحط اللينك اللي انت عايز اللي انت عاوز تختصره، وبيختصره لك على طول. المش لينكر دي صراحة مش عارفها، والفول بيج دي بتاخد ده وبتحطه في التخطيط، بيحول لك كل الصفحة بتاعتك اللي هي التاني ده، بتحطه في التخطيط بيحول لك كل الصفحة بتاعتك ليه لينكات مختصرة. وهنا الديفولبر دي مش خاص، دي خاص بالديفولبر مش بتاعنا. الريفرالز هنا بيديك 10% ريفرال على كل واحد يخش من اللينك بتاعك اللي هو ده، هسيبه لك اسفل الفيديو. والسيتنج هنا عشان تحط بقى طريقة الدفع. في البداية يا جماعة مش هيقبل منك أي طريقة دفع غير ما تكتب كل العناوين دي. هنا هتكتب اسمك وهنا الادرس بتاعك، مش لازم تكتبه صح، اكتب اي ادرس زي ما انا كاتب كده. وهنا زد اي بي مش لازم تكتبه صح، وهنا البلد بتاعتك حاول تعملها صح، وهنا الفون نمبر اكتب اي رقم. هنا الباي بال طبعا انت تختار طبعا الويزدرو اللي انت عايز تسحب منه. هنا ماي والت بايزه، باي بال باي بال بايزه قصدي، فانت بتختار النوع اللي انت عايزه، وطبعا يعني معظمنا باي بال، وبتكتب ايميل الباي بال هنا، الايميل بتاع الباي بال، بعد كده بتعمل سبميت وهيقبلك على طول. تمام. هنا السبورت عشان لو عايز تراسلهم، لو مثلا في حاجه حصلت كده ولا كده الفلوس ما اتبعتتش، عايز تعمل بقى لينك بتضغط على نيو شورت لينك. دي فيها حركه كده يا جماعه لازم تاخدوا بالكم منها. هنا هتضغط على ادفانسد اوبشنز، هنا انترستيتال بيحسبها لك بواحده بس، اما لو عملتها بانر بيحسبها لك باتنين. تمام. فانت اول ما تجيبها تحاول تعملها بانر، وبعد كده تعمل دي، وهنا بتكتب اللي هيبقى هنا مثلا ايرنينج يو ار ال earningurl.com/، وتكتب اللي هيكتبه هنا مثلا، تكتب حاجة ليها علاقة باللينك يعني. تمام. هنا اللينك اللي انت عايزه، وهنا البانر بتاعك، بعد كده بتعمل شورتن وبيختصر لك اللينك بسهولة جدا. تمام. اعتقد الموضوع واضح. هديك فكرة كده بسيطة، وهديك في ان شاء الله اسفل فيديو تكست هتحملوه ده ان شاء الله، يبقى في جروبات وفي حاجات على الفيسبوك وحاجات على تويتر ممكن تشير على اللينكات بتاعتكم، اللينكات اللي انتوا عايزين تعملوها حملوه من اسفل الفيديو. تمام. فهنا مثلا اخش على تويتر مثلا، هقول لكم على فكره بسيطه جدا ممكن تجيب منها الاف المشاهدات للينك بتاعك، وناس كتير قوي بتخش عليها. فانا مثلا هخش على تويتر بتاع القناه، وهننزل تحت كده زي ما انتم شايفين، انا هنا عامل متداول في الولايات المتحده الامريكيه، طبعا بتبقى افتراضيا في البلد اللي انت فيها بالاي بي بتاع البلد اللي انت فيها. فهنا انا عاملها الولايات المتحده الامريكيه، ظاهرها ازاي تعمل تغيير هنا، وبعد كده هنا بتغيرها وبتكتب هنا البلد اللي انت عاوزها. طبعا كلنا هنختار الولايات المتحده الامريكيه لانها $14، يمكن $15 كمان. جميل جدا. وهنا وبعد كده بتخش تنقل التاجات دي اللي هو الهاشتاجات دي، وتكتب مثلا هنا اي عنوان مغري انت ودماغك بقى، انت وحظك انت ومخك فاهم. مثلا هم هنا بيتكلموا عن ايه، بس بيتكلموا عن الرئيس الجديد في امريكا مش عارف ايه، تخش مثلا تقول مثلا فضيحه الرئيس مش عارف ايه، اي حاجه بقى مع نفسك بقى، بس تحاول يكون كلامك يكون صحيح ويكون حاجة حقيقية عشان الناس ما تقولش عليك كذاب. ده اولا. وثانيا هيعملوا ابلاغ عن اللينك، فاكونت بتاعك هيتقفل بكل سهولة، لان الناس دي ما بترحمش. يعني هو مش زي المصريين او اي حد يعني يقوموا سايبين اللينكات ويلا كده وخلاص، لا هم دول ما بيسيبوكش الا ما يعملوا فيك ابلاغ. تمام. وبس كده، اتمنى ما حدش يكون زعل مني بسبب الاخر فيديو ده، انا يعني كنت نشرته كده لانه لقيته موقع كويس جدا، ولكن يعني قدر لو مش هفعل طلع موقع فعلا نصاب، والموقع اللي قبليه ده يا جماعه مش نصاب، ركزوا بس يا جماعه والله، وموقع كويس جدا ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك واشتراك في القناه، الزر الاحمر اسفل الفيديو، وهتلاقي جنبها الجرس اضغط عليه، لان يا جماعه المشاهدات بتبقى ضعيفه جدا بسبب ان الجرس ده لازم كل واحد يكون مشترك في القناه يضغط عليه عشان يوصل له كل فيديو بنشره، يجي له على طول اشعار على الهاتف بتاعه، او اشعار هنا، او اشعار هنا في النوتيفيكيشنز بتاعت اليوتيوب في كل فيديو انشره. وكان معكم مصطفى من قناة مستر بومتيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.